أصحابي أجمعين. إن شاء الله إحنا اليوم إن شاء الله اليوم نتشرف أستاذ محمد شكري معنا، ويكون شيء بروز لنا في 14 مون إنه يكون معنا الأستاذ محمد، وراح يعني يعطيكم فكرة عن إن شاء الله رحلة خريف صلالة بإذن الله. فأنا حبيت الجميع يلتقي في اليوم، وهو بالذات يعني يعرفكم، لأن الرحلة تخص هو، وراح تكون إن شاء الله فيها استفادة حق العوائل وحق الشركات وحق شو اسمه كل اللي حاب إنه يشترك معنا إن شاء الله في رحلة صلالة. إن شاء الله طبعا مفتوحة خلال شهر كامل، ولكن التفاصيل راح تكون عند أستاذ محمد. وشرفني أستاذ محمد إن أنا أكون معاكم وأعطيك الفكرة، بس يعني إن يعني تكون مع أصدقائي الموجودين أغلبهم، وشرفني وجود أستاذ عادل والأسرة الكريمة بعد والأخوات اللي كانوا مسجلين معنا. تفضل أستاذ محمد، يا ريت تعرفهم، لأن جاتني اتصالات وايد حابين يعرفون شنو عند أستاذ محمد من أشياء جديدة لنا، صراحة شيء مختلف عن الدورات اللي كنا نقدمها. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. إن شاء الله هذه من نعم الله أن إحنا في هاي العشر الأوائل من ذي الحجة أن عندنا هذا التجمع المبارك اللي راح نحافظ إن شاء الله وبعون الله يكون فائدة ومنفعة للجميع، لأن إحنا مثل ما قلنا إحنا جسد وروح وعقل وقلب. والبرنامج بعنوان المواسم الأربعة راح يكون منقسم إلى العمر والمواسم الأربعة في عمر الإنسان، ثم ندخل إلى الموسم الأخير، سنبدأ من الشتاء وننتهي بالخريف لندخل إلى خريف صلالة. لكن قبل حوالي شهر يعني أول لقاء زوم مع الأستاذة خالدة كانت جالسة نفس المكان، وكان خلفها كانت النافذة هذه خلفها، طيب، وكان موسم غبار قوي في الخليج، وكان الغبار يبدأ بأهلنا في العراق والكويت ثم ينتقل لنا في السعودية البحرين وما إلى ذلك، وكنا نرى الآثار، بس كان قوي جدا الصور تنقل لنا في الكويت. فقلت للأستاذة شلون الغبار عندكم؟ شلون مأذيكم لولا؟ طالعت برا قالت لا شوي الحين أحسن، يعني كان خف الغبار. وطبعا الأستاذة خالدة كانت في البيت فبإمكانها إغلاق النافذة. طبعا الطقس دائما حاكم وإحنا المحكومين. عالميا هناك طقس عالمي إقليمي خليجي محلي، إنزين، بس اليوم نتكلم عن طقس آخر، الطقس اللي داخلك، الطقس الذي أنت تتحكم فيه رغم عدم تمكنك من التحكم في الطقس الخارجي. هناك فصول، هناك عواصف، هناك ربيع، هناك مواسم ستتوالى عليك، وهي هكذا من أول تاريخ تسجيل البشرية المسجل، تاريخ البشرية المسجل حوالي يعني اللي عندنا تاريخ مسجل عنا 6000 سنة تقريبا. من ذاك اليوم إلى هذا اليوم ما تغيرت الفصول، هذه هي الفصول الأربعة، هذه هي المواسم الأربعة. كيف ستتصرف معها؟ أنت لديك البيت، أنت لديك النافذة، تغلقها تفتحها، لا تستطيع أن تلوم هذه الفصول والمواسم. فعنوان ورقتي هذه إن شاء الله ستكون الفصول الأربعة في الحياة والنجاح. راح أخذكم في هذه الجولة التي لن تزيد إن شاء الله عن 15 دقيقة، ثم ندخل إلى خريف صلالة. الحياة والنجاح أعزائي كالفصول الأربعة، والحقيقة الكبيرة أنك لا يمكن أن تغير الفصول الأربعة. هذا هم، لو سألت أي واحد منكم بتقولون هذا تعاقب الفصول الأربعة كما هو، شتاء، ربيع، صيف، خريف، ما تغير الموضوع، كل سنة هكذا من آلاف السنين لن يتغير ولم يتغير. إنزين، الحقيقة الأخرى أنك لن تستطيع أن تغير الفصول، ولكنك تستطيع أن تغير نفسك، صحيح ولا لا؟ إذن الحياة لا تصبح أفضل بالصدفة،
أفتح باب البيت، أفتح النافذة، أتمنى الجو أفضل، أتمنى الرطوبة أقل، إحنا في البحرين عندنا وايد رطوبة، أنزين؟ أتمنى غبار أقل. لا، لن يحصل هكذا أبداً. أنزين؟ الحياة لن تصبح أفضل بالصدفة، الحياة تصبح أفضل بالتغيير الذي تنشئه أنت. المواسم ستتوالى، الفصول ستتعاقب، الليل يعقبه النهار والنهار يعقبه الليل، لكن ماذا أنت صانع فيهما؟ فلا لا مجال للصدفة، لا يمكن أن تفضل تصبح حياتك أفضل بأن تجلس هكذا وتنتظر الصدفة أن الأمور تصبح أفضل. لا، أنت الذي ستصبح أفضل، أنت الذي ستقرر. فلأخذكم إلى رحلة، في مو رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى الخريف بنوصل إن شاء الله. نبدأ بالشتاء. ما هو الشتاء؟ الدرس الأول في الشتاء أن نتعلم كيف نتحمل الشتاء. طبعا الخليجيين هنا يقولون أكيد الشتاء إحنا نتحمله، إحنا ننتظر الشتاء بفارغ الصبر لأن شتاءنا هو الربيع. صح، إحنا في البحرين نقول أربع، البحرين أربع فصول في يوم واحد. عندنا وايد نكت في الخليج. كنت في سويسرا، رحنا انترلاكن، طبعا رحلة كانت يعني بقافلة كذي، إنزين، ولما وصلنا انترلاكن مكان خلاب جميل والبرد في الصيف بارد المكان. فلما دخلنا المطعم التراثي العجيب، تطلع لنا الشيف حضرتها كذي، إنزين، تقول لهم من وين أنتوا؟ إنزين، من الخليج، من البحرين، أماكن شرحنا، لازم نشرح السعودية أفضل لأن يعرفون السعودية والصحراء. فقالت بكل رغبة، بكل شوق، الله خاطري أي هناك، أحب الصحراء، أحب الحر. إحنا نسمعها نقول نعم، إحنا نبي الأيام ما تخلص عندكم، نبي رحلتنا ما تنتهي عندكم، وأنتوا تبون تيون هناك. على قولة المثل الإنجليزي، it's always greener on the other side، دائما الضفة الأخرى، الطرف الآخر دائما أكثر اخضرارا، لأنه مو طرفي، لأنه مو موطني، الموطن الآخر أجمل. فكيف تتعامل مع الشتاء، وما هو الشتاء في عمرك؟ ما هو معنى الشتاء في عمرك؟ أولا يجب أن نعرف بأن الشتاء دائما يأتي بعد الخريف. الخريف هو موسم الحصاد، سيأتي الشتاء وسيكون هناك ليل. الشتاء، الليل في الشتاء طويل، صحيح؟ الليل طويل، الظلام طويل، أماكن معينة الشتاء جدا قاسي، جدا قارس. الشتاء معروف بقسوته، الشتاء معروف بقلة الرحمة التي فيه. فكيف ستتصرف مع الشتاء الذي سيعقب الخريف؟ وكيف ستتصرف مع الليل حتى لو كان يومك مشرق، حتى لو كانت حياتك مضيئة في وقت ما؟ سيأتي الليل، سيهبط الليل. ما أنت بفاعل؟ يقول الإمام علي في إحدى كلماته، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الجواب ها، فاعمل فيهما. كيف نتصرف مع الشتاء؟ الشتاء يعني الصعوبات، الصعوبات التي تأتي بعد ها الأمور الطيبة، الأمور التي كانت جيدة، الأمور ماشية، الأمور طيبة. لا، لن تكون طيبة دائما. كل من يعيش على الكرة الأرضية، كل من يتنفس هواءها، يعلم بأن الشتاء سيأتي حتما. الشتاء هي الصعوبات التي تأتي بعد الفرص. مؤجك فرص، مؤجك أخبار طيبة، مؤجك نجاحات عجيبة، لكن بعد النجاحات والفرص تأتي الصعوبات. لاحظ، إذا ممكن نخلي على الصامت، إذا أحد موجود معاي في، إذا أحد موجود معاي في الكنترول يساعدني، الأخوة قد ما ينتبهون أنه الميكروفون انفتح. طيب، إنزين، فالفرص تأتي، أنت سعيد بالفرصة التجارية، الفرصة الاجتماعية، الفرصة الوظيفية،
لكن سترى أن مباشرة بعدها ستأتي الصعوبات. هذا هو الشتاء. زين؟ طاهر, I'll keep you as also host, co-host to help me with the, if you can. هدى. شكرا. كل أنت بخير. مبارك. هاي كلها سنتكاسنت. سنتكاسنت. من مستعد يساعدني في الميوت؟ هدى تقدرين؟ أو من يقدر يساعدني في الميوت؟ ما حد؟ عادل أعطيك شو اسمه؟ عادل أعطيك الكوهوست. تفضل عادل. بعطيك الكوهوست لو سمحت. حاضر وخدمتك. شكرا. كوهوست معاك نفس الأيام الخوالي يا أبو فاطمة. حبيب قلبي يا عزيزي. الله يحفظك. اسمحوا لي على هالتوقف. الكساد يأتي بعد الرخاء من 6000 سنة, مو بس هالسنوات اللي مضت. ترى الكساد دائما يعطي بعد الرخاء. العالم والمجتمعات منطلقة في الرخاء, لكن طبيعيا يأتي بعدها الكساد. هكذا هي الحياة من 6000 سنة. شنو أنواع الشتاء في حياتك؟ لما الشتاءات الأخرى, لما أنت محتار ما تدري وين تروح, وين القرار, أسلك هاي الطريق ولا أسلك هاي الطريق, هني في مخاطر هني في مخاطر, شنو أقل الخسائر. الشتاء معناها الحيرة والتشتت. شتاء الانهيار, تصيدنا انهيار تام, مشروع تام يسقط, فشل تام, شتاء الفشل التام. شتاء عندما أي شيء تسويه ما ينفع, خصوصا اللي يبي ينزل وزنه. كثير منا يبي ينزل وزنه, كل ما يحاول هالمسكين ده يروح كيتو, يروح ما أدري دايت, ويروح رياضة, أي شيء يسوي يرجع أسوأ مما سبق. ها, هذا الشتاء اللي صدنا إحنا لما نريد نفقد الوزن, لما الميزانية تنفذ, لما القلب يحطم. شتاء العلاقات, عندما يعني يتهشم قلبك إلى قطع صغيرة وتعيش شتاء من نوع آخر غريب, شتاء القلب. هاي الشتاءات ستأتي, هي جزء من الحياة, لا يمكن أن تفصلها. كيف ستتعامل مع الشتاء؟ عندك حل واحد, أنك تروح إلى التقويم, إلى الكالندر, وتسوي إكس على شهر يناير. ها, سو خط كذي, امسح شهر يناير, خلاص راح الشتاء. أو يعتمد شهر يناير فبراير, شتاء مالك وين. ممكن؟ ممكن؟ لا, غير ممكن. إذن ماذا نفعل؟ الشتاء خادم, الصعوبات قادمة, ماذا سنفعل؟ نستطيع أن نكون أقوى وأكثر حكمة. الشتاء لن يتغير, أنت تستطيع أن تتغير. عندما نكون في الشتاء نتمنى أن يأتي الصيف, عندما نكون في الصيف نتمنى الشتاء, وهكذا. دائما إحنا اللي إحنا فيه مو راضين عليه, متمردين عليه, متضايقين منه. أي وضعية إحنا فيه بنقول إذا في غبار قلنا غبار, إذا طلعت الشمس قلنا حر, إذا غابت الشمس قلنا شنو هالجو الكئيب. ليش؟ يقول لك من أبسط مراتب التسليم إلى الله سبحانه وتعالى أنك تطلع برا تشوف الجو وتقول الله, سبحان الله. أن يتقبل الإنسان الجو, لأن الجو لن يتغير. تقبل الجو أولى مراتب, أبسط, يقولون الروحانيون, أبسط مراتب التسليم الروحاني أن تقول أن لا تشتكي من الجو. بس ابدأ بهذا, من بكرة ابدأ. خرجت, ها, شفت الجو متضايق, قول الحمد لله. انزين. في بيت شعر جميل نسيته, انزين, زوجتي أم علي علمتني إياه وجدا جميل. انزين, تشتكي كيف شيء من هالقبيل, تشتكي والطيور حولك, نسيت البيت الحين. انزين. ف لا, القانون في الشتاء هو لا تتمنى أن تكون الأمور أسهل, لا تتمنى أن تكون الأمور أسهل, تمنى أن تكون أنت أفضل, لأن هذه فرصتك لكي تكون أفضل. إذا كانت الأمور أسهل سوف لن تكون أفضل, ستكون كما أنت, كما أنت في الأمس وأول أمس والسنة الماضية. لا تتمنى
مشاكل أقل، تمنى مهارات أكثر، لأن المشاكل هدايا خفية. إنزين أيوة، كم تشتكي وتقول أنك معدم. ها بعد ناسي الحين، كنت خليته في دكتورة جيهان. بتقولين البيت؟ من بيقول البيت؟ أي فندم، أنا بقول البيت. جزاك الله خير. كم تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض والسماء والنجوم وحولك والأنجم. يعني هو تقريبا كده ده أيوة. جميل جدا. اللي يشوفها يسوي سيرش يخليه في الشات هدية لنا الليلة. انزين الحين أم علي قاعدة يمي، بس أكيد ما تبي تدخل في المجال وتقول لي ها شنو أكو تضحك. انزين، لا تتمنى مشاكل أقل ولكن تمنى مهارات أكثر، لأن المشاكل فرص لتنمية مهاراتك. إذا ما في مشاكل، ما عضلاتك نايمة، مهاراتك ميتة، قواك ومواهبك منخشة مختفية بالداخل، تريد أن تخرج، ما في طريقة تخرج إلا بالمشاكل. فالمشاكل نعمة. لا تتمنى تحديات أقل، تمنى حكمة أكثر. تأتي التحديات تشعر بأنك أمام سد باب أو أن حائط مسدود. إنزين، هنا فرصة الحكمة، ما بتجي حكمة بشكل آخر. فهذا الشتاء يجب أن نتحمل، نتعامل مع الشتاء، أن نمضي خلال الشتاء، نصبر، لأن بعد الشتاء سيأتي الربيع، وبعد الليل سيأتي النهار. ونحن الآن في فصل الربيع. فصل الربيع نسميه في العمر فصل الفرص، لأن الفرص تأتي بعد الصعوبات. مثل ما الربيع يأتي بعد الشتاء والليل يعقب النهار. ماذا نفعل مع فصل الربيع؟ فصل الربيع فصل الاستثمار، فصل الاستغلال، فصل أن ننتفع بالربيع. ترى الربيع الفرص معدودة على فكرة، ها؟ مثل قصر الربيع الفرص معدودة، ولكل واحد منكم لديه فرص. هل هذه الفرص ستكون كثيرة؟ لا علم لنا. هل ستتكرر؟ لا علم لنا. هل ستدعها إذن تمر أم ستستغلها؟ البعض يقول وصل الربيع خلاص كفاية. حلول الربيع بذاته ليس هو الاستغلال. حلول الربيع مو معناها حصاد، خلاص أشوج الربيع يلا خلنا نستانس في الربيع. لا، ليس هكذا. حلول الربيع مو معناها حصاد. الذكي المستثمر، الذكي الذي يستغل الفرص لما تصير، ستأتيك فرص، والفرص هي ربيع حياتك في نجاحك التجاري، العملي، الوظيفي، الشخصي. أي ربيع يأتيك هناك فرص، ماذا أنت فاعل بتلك الفرص؟ أقول لك بالنام، الفرص جاءت شكرا خلاص، إيش نسوي؟ فرصة دراسة معينة، شكرا، وظيفة معينة، طيب شنو استغليت؟ في ناس يشتغلون في الوظيفة يتصلون فيني أحيانا، مو حب الشغلة، أنا مو عجبتني الشغلة، أنا ما أشوف نفسي هاي المكان، شنو اللي قاعد يعطوني؟ أنا خريج بكالوريوس، لكن للأسف مو قاعد يستغل وجوده في شركة مرموقة. صح الوظيفة ما يحبها، بس ما قاعد يستغل وجوده هناك. فإذا ما استغلت وجودك يا ابني وأنت في وظيفة تكرهها، ستكرهك الوظيفة، ستكون أول من يستغنون عنها. لكن إذا استغلت وجودك واستثمرت هذه الفرصة وبنيت عليها وغيرت واقعك، فأنت من يحصد الربيع، أنت الذي تفعل شيئا. فالقانون في الربيع، إما أن تزرع في الربيع، إذا جاء الربيع فرصة الزرع، أو تصبر للخريف فتضع يدا على يد الندم وتعض أصابع الندم. كيفك؟ إذا لم تزرع في الربيع سيأتي الخريف وأنت تمد اليد وتتسول. هذا القانون، والقرار إليك. والشيء الثاني في الربيع هو الإسراع في الاستثمار، لأن الفرص تمر مرا سحاب. فإذا السحاب، إذا هذا هو فصل الربيع، فصل الفرص. إذا أتتك الفرص استثمرها، إلى لم تأتك الفرص ابحث عنها، موجودة، ماذا ستفعل بالفرص؟ هذا هو فصل الربيع. ثم يأتي الصيف بعد الربيع، التعاقب حتمي.
ما هو موسم الصيف؟ موسم الصيف في حياتك، في عمرك، في نجاحك هو موسم الحماية والوقاية، صح؟ كريمات نحطها، صحيح نحط فازلين وكريمات عن الشمس عن غيرها، بس شنو الحماية والوقاية؟ أنت لديك محصولات، صحيح؟ لديك أشياء زرعتها، إذا زرعت شيئا في الربيع، إنزين؟ إذا زرعت شيئا في الربيع وبدأ ينبت هذا الشيء في 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 مزرعتك، في حديقتك، إذا ظهر الزرع ماذا يأتي مع الزرع؟ من يقول؟ اكتبوا لي في الشات شنو يأتي مع الزرع؟ ها؟ ينبت الزرع، شنو بعد يأتي معه؟ ها؟ شنو اللي يهجم؟ ها؟ شنو اللي تهجم؟ ها؟ الآفات، صحيح؟ الآفات ستأتي، الحشرات، الهجوم، سيتم هناك هجوم، ما لا تصدق، أيوة لا تصدق بأن هناك زرع أو شيء أنت بنيته، شيء طيب سيترك في حاله. إذا اعتقدت بأن أي شيء لديك طيب وناجح وسيترك في حاله، هناك شيء من السذاجة. احمي محصولاتك طوال الصيف، ارعى ما قد بدأته. هناك أمومة وهناك أبوة. الأمومة التي تحيط بالمحصولات، تحيط إنجازاتك، تحيط ما بدأته من زرع، تحيط بعيالك، تحيط، تحافظ على قيمك، خصوصا القيم. هذا الأمومة في الصيف نحتاج المحافظة على القيم، قيم الشخصية، القيم العائلية، القيم الاقتصادية، القيم، أي قيم دينية أخلاقية، إنزين؟ هذه الأمومة. والأبوة أن تكون المدافع عن إنجازاتك، فأنت أب وأم تحمي محصولاتك طوال الصيف، إنزين؟ ولا تفكر أنه لن تكون لن يكون هناك هجوم، سيكون هناك هجوم. ففصل الصيف هي فصل المحافظة على محصولاتك وعلى إنجازاتك. طيب، طبعا في هذه العجالة لا أستطيع أن يعني آتي بكل الأمثلة. وأخيرا ننتهي بالخريف. طيب، الخريف قلنا فصل الحصاد، قانون الحصاد. لما يأتي الخريف وترى حصاد زراعتك في الأشهر الماضية، القانون يقول، من قسم إلى قسمين، القسم الأول أن تحصد محصولك، إنزين، تجني الحصاد بكامل المسؤولية، مهما كان الحصاد، كبير، صغير، زهيد، قليل، وفير، هذا محصولك أنت، هذا اللي أنت زرعته. هذا القانون إخواني أخواتي جدا مهم، أن تحصد حصادك وتقول نعم هذا حصادي مهما كان، هذا اللي أنا أنجزته، قد يكون ليك، قد لا يكون جيد، قد لا يكون كافي، لكن هذا حصادك. تحمل المسؤولية وأن تقول إن هذا أنا الذي زرعته، من أرقى قيم النضج الإنساني. هذا هو الحد الفاصل بين الطفولة، الطفولة شنو الطفولة؟ أخذ لعبتي، هو اللي أذاني، أنت اللي كذا. هذا الطفولة، أن ترمي العتب واللوم على كل شيء ما عدا أنت، إنزين؟ لكن الرشد والنضج والنمو يقول لا، هذا اللي أنا زرعته وهذا ملكي وأنا أتحمل مسؤوليته. هذا هو النضج، هذه من هذا أهم نقطة في الخريف. وهنا نقسمها إلى قسمين، إنزين؟ إما أن يكون حصادك قليل، إنزين، وإما أن يكون حصادك كثير. إذا كان حصادك كثير، ما شاء الله عجبنك الحصاد، إنزين، فتحصده بلا خجل ولا اعتذار. لأن فينا عندنا ناس إنزين نعرفهم بعد وايد، ها، عند إنجازات وعند ما شاء الله خيرات، ولكن ها يتقوقع، يتقزم، ها لا لا أنا يعني بالغلط أو ضربة حظ أو أنا من، أو يمكن أنا إمبوستر سيندروم. إمبوستر سيندروم يعني الشخص اللي يفكر بأنه أنا شلون
أنا أعرف مستواي شلون حصلت هذا الحصاد. لا حبيبي اترك عنك هذا التواضع المبالغ في التواضع الزائف، احصده بلا خجل ولا اعتذار، قول الحمد لله وقول أي واحد مدحك قول شكرا. كثير منا واحد يمدحه يقول له ما شاء الله محاضرة طيبة وكل شيء، يقول شنو؟ يقول لا ما كانت زينة، لا تطبخ طبخة حلوة. انزين تقول له ما شاء الله تسلم ايدك، تقول لا ما كان لهناك، اخر مرة كان احسن. والله ترك عنك هاي الكلام، احصد حصادك الطيب، شكرك الناس قول شكرا، هذا حصادك انت. واذا كان الحصاد قليلا انزين احصده بلا شكوى، وهاي النقطة المهمة، لان احنا اذا ما كان الجني جيد انزين لابد أن نلوم، لازم نبحث عن سبب لفشلنا، لازم نبحث عن أحد نلومه أو شيء. ها عندنا أعذار واللوم كبير، لسته طويلة جدا. إنزين يقول أحد الخبراء الكبار الحين مو موجود في أمريكا، يقول أنا كنت خبير قائمة الأعذار، الأعذار الشكوى. إنزين ففشلي دائما كان عندي لسته طويلة، الحكومة، الضرائب، إنزين، المدير، الأقرباء، الجيران، سيارتي، الوظيفة، الظروف، الجو، الطقس. يقول ما في شيء ما خليته، إنزين خليته. فإذا لما رحت إلى المنتور المرشد مالي قال لي راوني أسبابك، راويت الأسباب، قال اللستة طويلة بس ناقصنها شيء. شنو؟ قال أنت مو موجود في اللستة. أنت مو موجود في الليست. يقول ذهبت بيني وبين نفسي بالفعل، ثم مزقت القائمة وكتبت شيء واحد، مي، أنا المسؤول عن كل حصادي القليل، أنا المسؤول عن كل أخطائي. أعزائي إذن هذا هو الخريف، أن تحصد ولا تلوم. إنزين لأن ليس الأمر ما يحدث لك، بل ماذا ستفعل حيال ما يحدث لك. المطر سيكون على الجميع، الشمس ستطلع على الجميع. إنزين ما يحدث لن يتغير، في الخارج الطقس لن يتغير، الجو، المناخ، الفصول لن تتغير، ستبقى في تعاقب. ما تفعله أنت يكون هو المختلف، لأن تصرفك مع الغبار أو مع الضباب أو مع البرد أو مع الحر تصرفك يختلف عن فلان. ف حياتك ستعتمد على تصرفك وليس على المطر. إنزين هناك قصة لطيفة، إن يقول لك يوم من الأيام في بريطانيا خرج مطر غزير جدا، عاصفة، ففتح الرجل شو اسمه ممثل مبيعات، أوكي يعني شغلته كل يوم يروح المبيعات، إنزين سيلزمان، ففتح النافذة قال أوه عاصفة، من يطلع في هالعاصفة؟ ولا حتى أنا ممثل مبيعات، أنا غبي إذا طلعت في هالعاصفة، من بعد بيطلع؟ صك الدريشة وما طلع. في رجل آخر في بيت آخر نفس العاصفة موجودة نفس المكان في بريطانيا، فتح النافذة قال أوه روعة، عاصفة شيء رائع، هذه العاصفة فرصة للخروج، بالخاص إن ما في أحد من الناس برا، خصوصاً السيلزمانية قاعدين في البيت، هذه فرصتي للنجاح، خلّى أنا أطلع، خلّى ممثلو المبيعات يقعدون في البيت، أنا الوحيد اللي بطلع في العاصفة. شفت التفكير شلون؟ العاصفة هي ذاتها، المطر هو ذاته، التفكير مختلف، ما تفعله كردة فعل هو المختلف، ما تنظر إليه هو المختلف. فقال بالعكس هاي فرصة، ممثلون مبيعات، أنا بحصد مبيعاتهم اليوم وخلي يقعدون في البيت. ما أنت فاعل بالعواصف؟ ماذا أنت فاعل بالعواصف؟ يقولك شركة أحذية أوروبية قررت أن تستثمر وتبني مصنع أحذية في أحد البلدان الأفريقية. نختم بهاي الكلام. زين فأرسلوا ممثل مبيعات وراح هناك، شاف الناس حفي، ها حفاه ما يلبسون أحذية، رجع قال المناخ كلش مو زين، لاحظ ها البيئة مو مشجعة،
المحيط مو جاهز على كلين، ما يلبسون أحذية، فما في فايدة نفتح مصنع. المصنع أرسلوا ممثل آخر، راح ورجع قال عجيب ما حد يلبس أحذية، وهاي فرصتنا نبني نوع مصنع. نفس الظروف، نفس التحديات، نفس العواصف، نفس خيبة الأمل نفسها موجودة، ما اختلفت. انزين، نفس الأرضية التي لا تشجع، من بس في واحد قال ما نقدر وواحد قال نقدر. بذمتكم من الذي سينجح بدءا من الغد؟ أخي أختي ماذا ستفعل من الغد؟ ماذا ستفعل؟ لا أدري الطقس، حسب جوجل ما أدري الطقس إيش بيكون، الله سبحانه وتعالى هو أعلم. لكن ماذا ستفعل بالنسبة لأي طقس في حياتك؟ أي طقس تمر فيه حاليا؟ ما الذي تمر به؟ عاصفة؟ قلب محطم؟ ها؟ رعد؟ برق؟ حر؟ مش عارف. زين، ما الذي ستفعل من الغد بحيث يشكل منعطفا، منعطفا في مسار حياتك، يشكل فارقا في حياتك، يحدث فارقا؟ لأن إذا لم تفعل شيئا ولم تصنع أي فرق، يعني خمن ماذا سيحدث؟ ولا شيء، لن يحدث شيء، سيستمر الحال على ما هو عليه كما كنت. إذا كنت حاب كما كنت تفضل واصل. إذا أردت أن تعرف كيف ستبدو حياتك في الخمس سنوات القادمة، بسيطة، انظر إلى الخمس سنوات الماضية، لن يختلف حياتك، لن تختلف، إلا إذا أردت أنت أن تختلف، إلا إذا أردت أنت أن تحدث تغييرا حتى لو تغيير جزئي. الأمر لك عزيزي، والطيب والشيء الطيب أن كل يوم نقدر نقرر غدا سأغير. هاي شيء الطيب في الموضوع، أن نقدر نقول بكرة راح أغير، بكرة راح أصنع فارق في حياتي. إنزين، نبدأ التغيير من الغد، ماذا سأفعل من الغد؟ إنزين، ماذا ستفعل مع الفوضى الاقتصادية؟ ماذا ستفعل مع خيبات الأمل الكبيرة اللي أنت تعرفها وأنا أعرفها؟ كل واحد يعرف بالنسبة إليه في خيبات معينة. ماذا ستفعل مع القلب المحطم والمهشم؟ ماذا ستفعل مع الأمور التي لم تعد تعمل؟ كل ما تمشيها ما تمشيها، كل ما تحاول مع الأمور هذه مو قاعدة تسير، ماذا ستفعل؟ ستدعها تمشي هكذا؟ نحن لسنا في بداية 2022، وليس هذا خطاب التغيير في بداية السنة أو الأهداف في بداية السنة، لا، كل يوم ممكن أن تغير الموسم، كل يوم تستطيع أن تغير الموسم الذي تريد أن تزرعه، الموسم الذي بداخلك. يجب أن تنظر إلى داخلك، هناك الكثير من المواهب تنتظر أن تخرج، تريد منك أن تقرر أن تغير شيئا في حياتك، لأنك ببساطة تستطيع. إذا كنت لا تحب ما يجري لك غيره، إذا كان هذا الشيء لا يناسبك غيره، إذا لا كان لا يسرك غير شيئا، غير أي شيء، إذا لم يكن كافيا غير، لأنك تستطيع أن تغير، لأنك بعد اليوم غير مجبر على أن تبقى على حالك، إلا إذا أردت ذلك. وهذا يجرني إلى بطلتنا، بطلة سأسميها ليلى، زين، لن أقول اسمها الحقيقي، وهذا الحادث وقع معي ومعها قبل عدة سنوات. بس بشغل اتصلت بي وقالت لي أستاذ محمد، نعم هذا رقمك، وكان 2015 الكلام، مو أنت اللي تسوي البرنامج اللي اسمه إيش اسمه مينو سبيك إنجليش؟ طيب، قالت لي أستاذ أنا أشتغل في شركة مصرفية أمريكية مرموقة في البحرين، كلكم أنا وأنتم نعرفها يعني،
وأحب أقول لك بأن أنا حصلت على فرصة للترقية. قلت لها جميل جدا، بحرينية تحصل على ترقية في شركة أمريكية، لا تجامل ولا تجازف، جميل جدا، مبروك يا بنتي. أستاذ بس أنا رفضت الترقية. استغربت، كيف ترفضين الترقية على طبق من ذهب؟ لم أعطي الموضوع أهمية كبيرة. بعد شهرين تقريبا أو 3 أشهر تتصل مرة ثانية تقول أستاذ تتذكرني؟ إيه نعم، حصلت على ترقية أخرى، جميل مبروك، أيضا رفضتها. نعم غريبة، متصلة لي لنفس السبب، رفضتي الترقية، إذا تبحث عن جواب. فأنا ما استحملت، كيف أنا ما أحصل ترقية في شركتي السابقة 10 سنوات ترقية واحدة، أنت في شهرين 3 ترقيتين، يعني حرام. فقلت وين أقرب كوستا كوفي؟ كان في الدبلوماسية وكانت تريد الاستشارة السريعة، فجلسنا. دخلت، ما شاء الله عليها البنية، يعني محترمة ذكية وعارفة إنجليزي. طيب عارفة إنجليزي، هني مربط الفرس، ليش رفضت الترقية؟ تقول أستاذ إذا أنا قبلت الترقية راح أضطر أكلم عملاء دوليين. طيب يعني أكيد أكيد الشركة يعني تثق فيك. أستاذ إذا تكلمت معهم راح تطلع الفضايح. نعم تطلع الفضايح. فضايح شنو؟ عملاء دوليين تتكلمين إنجليزي معهم، مستحيل هاي الشركة تجازف، واثقة منك. ليلى كانت تمر بإيش؟ بأي فصل؟ ها؟ بفصل الشتاء. ليلى لم تكن تعاني من مشكلة الإنجليزية، كانت تعاني من مشكلة داخلية، لا تثق في نفسها، مع أن المو الذي وظفها يثق فيها. وأنا راح أقول لكم إيش صار مع ليلى، ولكن قبل ذلك أريد أن أسألكم هذه الأسئلة. هل تقدمك الدراسي والمهني متعثر والسبب إنجليش؟ هل أنفقت الأموال والساعات على أفضل وأشهر برامج ودورات الإنجليش بلا فائدة جوهرية جذرية؟ زين، هالكلام له علاقة جدا بخريف صلالة على فكرة، زين، لأنه فتح عيني على خريف، على شتاء كبير في مجتمعي لم أكن مطلعا عليه، سأشرحه. هل أتقنت الإنجليش على الورق؟ ها ناجحين في الامتحانات يا جماعة، 10 من 10 ونتخرج من الجامعة بالإنجليزي. في المواقف الحقيقية أين الإنجليش؟ طار، مثل انتصار الشراح تقول وين الإنجليزية؟ تعلمناها في الثانوي، وين راحت؟ صحيح؟ الله يرحمها. هل تريد أن تضع نهاية للفرص الضائعة والمواقف المحرجة؟ قد محرج، ها؟ محرج، مع أن أنا مو متفق مع الإحراج، لكن واقع، وأصاب الشلل الكثير من الناس بسبب الإنجليش. هل تريد بعد الآن أن تتواصل بالإنجليش بكل جرأة ووضوح وثقة، لا يوقفك شيء ولا يعرقلك شيء، لا داخليا ولا خارجيا؟ ألا تريد أن تقرأ الكتاب الذي تحب بالإنجليش، وتنضم للدورة التي تحتاجها بالإنجليش، وتتوسع في تجارتك بالإنجليش، وتترقى في وظيفتك بالإنجليش؟ ألا تريد؟ إنزين، أم أنك ستستمر نفس الماضي؟ ها، سأكون من أولئك الذين سيستمرون في تجربة المزيد من برامج الإنجليش الكلاسيكية المكررة، على أمل أن تضبط معه واحدة منها. إن شاء الله تضبط، يوم من الأيام الإنجليزية بتطلع، بيصير شيء سحر. ليش أقول لكم هاي الكلام أعزائي؟ لأن من أنا؟ ترى أنا إنسان بحريني عادي مثل أي واحد خليجي، دخل مدارس حكومية، ما في على راسي ريشة، طبعاً هاي مو صورتي، هاي صورة من جوجل عشان أقول لكم من نعومة أظافري كنت إنسان جداً عادي، طالب عادي، يعني أنا أمثل الأغلبية على فكرة، مو الأقلية، الأغلبية. دراستنا حكومية، في لغة إنجليزية، في كذا، إنزين شوية حبيتها زيادة، بس مكاني عادي كان. دخل جامعة البحرين هندسة الكهربائية، تخرجت، إنزين، وإنجليزي نفس حال ربعي، يعني شوية أعرف أحسن، بس ما كان نجاحي في الجامعة بسبب الإنجليزي. ثم انضميت إلى الشركة، إنزين، وهذا صورتي طبعاً، تقدرون تعرفون صورتي لأن الوسيم اللي على اليمين واضح، يعني ما شاء الله عليه، إنزين، شركة ألبا معروفة، وفي محطة الكهرباء 93، 10 سنوات وأنا أشتغل في الشفتات، ما شغلة متعبة صراحة،
فيها خطورة، فيها ضجيج، فيها مجال مغناطيسي كبير على كل. ثم ما وجدت نفسي إلا 2006 وصلت إلى بطولة العالم. أكو اسمي محمد علي، أول عربي يصل إلى نهائيات بطولة العالم في التوست ماستر، هاي شعار التوست ماستر القديم. طيب وصلت إلى نهاية النهاية من أول محاولة، متخطياً 25 ألف متسابق حول العالم، إنزين، وواقفاً مع 9 آخرين اللي هم كلهم أمريكان، بس هذا العربي شلون؟ هاي لغتهم الأم، وأنا مو لغتي الأم ولا الجد ولا الأم ولا الأخو ولا. وحصلت على المركز الرابع، لكن كنت يعني توب 10 سبيكرز في ذيك السنة. السنة اللي بعدها نفس الشيء، أصل إلى أريزونا، هذا واشنطن، بعدها أريزونا، ليت الشباب يعود يوم، ما عليه، البعض ما يصدق هذا أنا، بس نعم هذا أنا. إنزين، وفي سنتين حصلت جائزتين كبار، واحدة منهم النهائيات. إنزين، رجعت شوية في زخم، برز فيني جانب التدريب من في شركتي، القسم الصحة والسلامة أبرزوني كمتحدث كمدرب، فحصلت فرص تدريب في البحرين، في الشركة، خارج البحرين، الخليج، وذاع صيتي. إنزين، في كل الأماكن اللي أدربها الأخوة، أخوتي، أخواتي العرب يقولون شنو سرك؟ ليش تعرف إنجليزي كذي؟ أقول لهم ما عندي جواب، إحنا عندنا دورة لازم نكملها يا جماعة، جوابي أقول لهم not now، مو الحين، إحنا مو دورة إنجليزي. وفي الواقع ما أعرف ليش، أنا أعرف إن أنا زين في الإنجليزي بدرجة ما، بدرجة وصلتني لبطولة العالم، يعني مو واو. إذا تسمعوني ما بتسمعون واحد أمريكي، تسمعون واحد بحريني يتكلم إنجليزي. طيب، لكن زاد السؤال والإصرار، عطنا السبب، شنو السر اللي عندك؟ لاحظ كل اللي يسألون حالهم حالي، يعني ليش أنا على رأسي ريشة؟ ليش قدرت أسوي هذا الشيء؟ ليش استغليت الربيع اللي عندي؟ يعني هم ما استغلوا، إيش اللي أنا أسويه هم ما يسوونه؟ فمع الوقت كان دائما يقولون لي مي نو سبيك انجلش، انا ما اتكلم انجليزي، ليش؟ انا دارس انجليزي يا استاذ، متخرج انجليزي، ليش ما اعرف؟ ولاحظت بان المعاناه كبيره والفرص الضائعه كثيره، وظائف، اللي يتخلى عن حلم حياته في الدراسه، اللي يتخلى عن الوظيفه، اللي ما يحصل المقابله، وا 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 وايد خسائر لاحظت ما كنت أشعر بها، لأن أنا الحمد لله حملتني لغتي ومواهبي، بس الإنجليزي مانع الكثير. إنزين، فقررت أن قلت خلاص أنا راح أعطيهم الأجوبة في ورشة، والورشة سميتها مي نو سبيك إنجليش 2015، كانت الورشة اسمها مي نو سبيك إنجليش، أطلقتها بس مرة وقلت خلاص ونرجع إلى قواعدنا سالمين، ما يحتاج بعد نطول السالفة. فهناك شرحت لهم الأسرار الأربعة لإتقان الإنجليزية بشكل أقوى وأسرع، هذا اللي أنا أسويه وكنت أسويه طول عمري بدون مدارس خاصة ولا سفر لبلدان غربية ولا أي معاهد خاصة، ما في أي شيء خاص، أنا البحريني العادي اللي من مدارس عادية قدرت. ففجأة يعني لم أجد نفسي إلا أنا أنطلق من مكان لمكان، والدعوات كثرت والجروح فتقت، يعني الجروح انفتحت، اللي ما كان ساكت تتكلم، والمجتمعات والجمعيات والكليات والدول، هذه اكو صور مينو سبيك انجلش صار براند، 5 دول عربية رحتها من الكويت الى عمان، وانت رايح انزين الحين يمكن 6000 شخص استفاد من البرنامج اللي هو في يوم واحد، برنامج يوم واحد تصالح مع الانجليزية في يوم وانجح معها كل يوم، والحمد لله ترك أثر. إنزين، ترك أثر، وشفنا طبعا بعدين حولناها إلى تطبيقات وحولناها إلى مختبرات تطبيقية. قلت ما يكفي أن أنا أعلمهم الأشياء الأربعة اللي أنا أسويها طول عمري، ما يكفي، رغم أن الكثير يسوون كذي ومن حقهم وهو عذر كافي، لكن أنا رحت وطبقت على مجاميع وقلت لهم طبقوا هذا اللي قلنا لكم، فشفت العجب، شفت أن ما في شيء اسمه مي نو سبيك إنجليش، شفت أن ما في أحد في الخليج إذا دخل حتى مدرسة حكومية ما في أحد ما يعرف إنجليزي لكن ما يمارس الإنجليزي. طيب زين، وهذه قصص النجاح على أفا منيشيل، على يمينكم هذه إحدى النساء، طبعا هاي جدة أوريدي ما شاء الله عليها لكن ما يبين. زين مريم شكرا، ممكن الأخ توس ماستر إيش ممكن الأخوة توس ماستر طيب عادل معي أنت يا عزيزي وياك الحين
لو تسوي لي ميوت تسوي. طيب اوكي شكرا عادل. طيب تقول كل سنه تمر وما ينادونها الى اخصائيه بيئيه، ما ينادونها تسافر لبرا امريكا، مؤتمرات زملائها يروحون هي ما يطرشونها. انزين لكن تقول انا اعرف السبب استاذ ليش ما يودوني ولازم اقضي على هالموضوع. طبقت الاسرار الاربعه في برنامجنا الخاص، وبعدين بعد سنه قالت استاذ حصلت سفر الى امريكا بس انا ما ابي اروح هالسنه. المهم بشرتني. زين وقصص كثيره. ها مريم التي جاءت ولا تنطق انجليزي، اكو صورتها بعد البرنامج طبقت الاسرار اصبحت مدرسه انجليزي، اكو تدرس الطلبه طلعوا على اليسار، وحصلت شهاده من كامبريدج لتعليم الانجليزي في فتره وجيزه. ما كان المسألة في اللغة الإنجليزية، هو تغيير كامل، هو تغيير من الداخل، هو أنت لا تنظر إلى الطقس في الخارج، أنت تنظر إلى الداخل. إنزين إنزين. وعندنا قصص كثيرة في هذا المجال، ولذلك إحنا برنامجنا الذي سنهبط به بشكل رئيسي هبوط هليكوبتر في خريف صلالة، الذي سيجعلك تحصد نجاحك في اللغة الإنجليزية ليس كلغة ولكن كشخصية، كتغير كامل، كتغير، لأن اللي دخلوا معنا بعضهم يعرف إنجليزي جدا، ها بعضهم يعرف إنجليزي أحسن مني، بس دخل البرنامج لكي يحقق تغير كبير. كانوا الناس مجرد موظفين أصبحوا مدراء وحصلوا وظائف أفضل، قالوا لأن هاي البرنامج أخرجني من التقوقع ولوم الآخرين ولوم يعني أخذت زمام الأمور بنفسي. هذه الأسئلة نفسها مرة ثانية أعيدها لكم. من زين، فهل نحن سنقرر أن نحدث هذا التغيير ومتى سنحدثه؟ لقد جربنا كل شيء، كل شيء جربناه. من زين، لكن قاعدين نخسر خسائر كبيرة على مستوى الوظيفي مستوى الآخر، فليش ما نجرب تجربة واحدة مختلفة؟ أن نؤمن بأن أنا أقدر أتكلم إنجليزي، والكلام ليس مجرد تغيير ذهني على فكرة، ما أتكلم عن أمور الإيحاء ما إيحاء، لا أتكلم عن تجارب حقيقية، وعندنا تجارب كثيرة ما يسع الحال المقام أن أقولها. إنزين، في خريف صلالة في منتجع هيلتون صلالة سننزل بهذا البرنامج الذي غير حياة الكثير من العمانيين، مو بس العمانيين، بحرينيين والكويتيين والسعوديين وغيرهم. طيب أنت على موعد في يوم واحد، يوم سيكون فارق في حياتك، ستكون على موعد مع هاي الأشياء، الورشة الملهمة التي خلالها سيحدث التغيير الشامل. البعض حاضرين هني في الأمسية وعارفين، شافوا أثرها من إخوتي في الإمارات، شافوا أثرها المباشر على الناس اللي دخلوها. ستخرج وفي إيدك خارطة طريق خاصة بك، لأن الورشة ليست عامة وأنت خلاص صاحبي، سيكون هناك جمع كبير، ولكن سيكون لك خطاب خاص، كل واحد إليه خارطة، يخرج بخارطة الطريق يطبقها بعدين، ما نخليك بعدين نقول أنت سوي لك خارطة قرر قرار، لا، القرارات ستكون معنا. إنزين، أيضا ستحصل على خطة عمل فورية مفصلة عليك أنت بإشراف مني، ستكون هذه الخطة، وأيضا ستحصل على عضوية، ترى إحنا عندنا عضوية اسمها نادي توك تو مي، فقط خاصة بخريجي برنامج ماي إنجليش جيم، البرنامج الكبير، ستحصل على هذه العضوية بدون الدخول إلى ماي إنجليش جيم، البرنامج اللي يأخذ شهرين. إنزين، فستة أشهر هاي العضوية ستحصل عليها في يوم واحد من تواجدك معنا في خريف صلالة، وبالتحديد في يوم 24 جولاي يوليو. وأنا في عمان، هذه كلية عمان السياحية، تروني من بعيد ما عندي لها الصورة، كنت أتكلم عن الأسرار الأربعة بس في ساعة ونص، حصلت فرصة مع الطلبة، إحدى الطالبات كانت هناك بعد شهر أو شهرين خبرتني هذا الخبر الحلو الجميل، قالت الحمد لله نجحت وحققت أول حلم، وهو حصولي على ليسن الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية. أنا ما طلبت منها شيء، ما أدري هي
من وما كيف استفادت؟ ليسن الإرشاد السياحي باللغة الإنجليزية ليسن على فكرة، من بين إيش الكثير من المتقدمين، لاحظ كانت ذكية كانت مؤهلة بس كان باقي هذا العقدة، عقدة الإنجليزية للأسف أسميها عقدة. واليوم بشرتني طالعة أول تور ها مع 46 سائح إلى الشرقية منطقة في عمان. شكر خاص للأستاذ محمد علي، شكري على إيش على الأسرار اللغة. طبعاً أنا كانت سفراتي إلى عمان التدريبية كثيرة، فيوم من الأيام وصلت إلى مطار عمان وإذا بي هذه الأخت أشوفها هنا، لأن هي من طلبة السياحة تعمل في المطار إنزين بجزء من دراستها، غيرت الدوام مالها عشان تفاجئني. أنا كنت أقول في الفيسبوك إن أنا بسافر وجاي إلى عمان كذا، ففاجأتني بهذه الباقة، هي الأخت اللي على اليمين كلش إنزين. فإذاً يعني الورد مو هو المهم، المهم إن هي نجحت في هذا الموضوع، رفيدة ما شاء الله عليها إنزين، وتغير الأمر لها إنزين. خلي نروح إلى مكان ثاني في السعودية، الأخ علي يشتغل تحت في شركة نفط أوفشور إنزين، شركة صيانة، تروح لازم يروحون تحت يغوصون ويصلحون التمديدات. طيب إنزين يقول تعبتي أستاذ أنا حين جد، ما عليه شكله شباب وقوة ما شاء الله، ما أبي أغوص أم بكون سوبرفايزر، رافضين أدخل برنامج الإعداد إلى المشرف اللي يكون فوق إنزين ومدرب ومشرف لأن لغتك ما تنفع. دخل معانا برنامج مينو سبيك إنجليش وبعد إنجليش جيم، وفي أقل من شهرين صور لي الكابينة اللي ما أقدر طبعا أراويكم، كابينة وهو قاعد مع المشرفين إنزين في غرفة التحكم، من تحت السطح راح إلى فوق السطح، خلاص تم قبوله، دخل البرنامج، قالوا أوكي لغتك ممتازة أدخل البرنامج لإعداد المشرفين ودخل. مو مسألة إنجليزي، مو مسألة أنا أتعلم جرامر أو ما جرامر، هناك أسرار مهمة أنت يعني خافي عليك بأنك عندك القدرة على الموضوع. أنا سؤالي لك، متى يعني تخرج رأسك إلى فوق السطح؟ متى ستقرر أن تغير واقعك؟ هل ستكون في القاع؟ لمتى؟ أنت قادر على التغيير، قادر على اتخاذ القرار. وعلى فكرة بمناسبة البحر، ترى هذا المكان اللي بيكون فيه المينو سبيك إنجليش. مينو سبيك إنجليش أكثر من مجرد دورة، ما نسميها دورة، هي تجربة مغيرة إلى الحياة، ليس فقط في الإنجليزية. رغم أني سأعطيك 4 تقنيات بالتجربة ستجربها معي هناك، مو تجربها في البيت لما ترجع، كلكم راح تجربون هالتقنيات وتشوفون أثرها والدليل عليها بعد إنزين، وترجع وعندك 4 تقنيات. أنا ما أبيعك فيديو روح طالع الفيديو والله معاك، لا أنا بكون معاك هناك في 4 ساعات 4 تقنيات من الصباح إلى إن شاء الله الساعة 12 أنت مخلص معاي ومختلف، علاقتك مع اللغة الإنجليزية اختلفت خلاص، وحياتك مع اللغة الإنجليزية اختلفت، مو بس مع اللغة الإنجليزية، مع أن اللغة الإنجليزية راح تقرر وايد أشياء في حياتنا في الخليج، مع أنه مو عاجبني هالشيء، ترى العربية هي اللغة الأم هي اللغة الأصل، ولكن احنا قلنا ما نقدر نغير الشتاء، في امور ما نقدر نغيرها، في امور موجوده ها، وهذه احدى الشتاءات، احدى الاشياء ان اللغه الانجليزيه هي امر لا بد منه، هي ما بقول شر لا بد منه لان تعلم اللغات شيء طيب انزين، فماذا انت فاعل؟ ستلوم اللغه الانجليزيه؟ هل ستقول البعض القليل طبعا قال لغه الكفار وبنقول لا هاي حرام وهاي ظلم وكذا وما حد علمني والمناهج سيئه؟ ممكن الوم، لا ممكن الوم وممكن اغير وممكن اخذ خطوه الى الامام وممكن اغير حياتي، لان حياتي ما بتتغير باللوم، والطقس ما بيتغير بالعتاب، لا انا اللي بغيره. تخلص البرنامج ثم تتغدى معاي ها، تتغدى معي مع بعض إن شاء الله على في هذا المطعم المطل على البحر وكامل العصرية إليك، اطالع الغروب كل هذا متاح إليك إنزين، غروب الشمس وبزوغ شمسك أنت إنزين. وكل اللي أبي أقوله إنك يوم التغيير بيكون قد يكون يوم واحد، قد يكون في خريف صلالة، بس قد يكون ربيعك، قد يكون ربيعك أنت في خريف صلالة معنا في 24 يوليو،
نعم هناك مجموعة من البرامج الأخرى التي مخصصة طبعا للشركات واللي هذه، بس هذا البرنامج المفتوح العام للجميع يوم 24 أنت تأتي بأي طريقة تحب في ذلك اليوم. هذه هديتي إليك، والهدية أن البرنامج اللي قيمته في أي مكان في البحرين 4 ساعات قيمته 50 دينار، يعني 500 ريال سعودي، 50 ريال عماني، بعد ما أعرف بالكويتي، إنزين 50 دينار. هذا البرنامج سيكون فقط 40 دينار. تدري هاي 40 دينار تغطي ماذا؟ تغطي وجودك هناك بالغداء، الغداء هناك ووجودك هناك، أنت كأن دفعت فقط لهذا الدورة، كأنها مجانية إليك. أنت عليك التذكرة، أنت عليك تسافر تجي هناك وبأي شيء تبي تستانس وتفرح مع من تحب في خريف صلالة، لكن ربيعك في هذه الغرفة في تلك القاعة، ربيعك أن تغير حياتك، لأن حياة الآخرين ستعتمد على حياتك. الذين يراقبونك في واحدة من الأمهات قالت خلاص أولادي علمتهم إنجليزي، خليتهم يتعلمون إنجليزي، جا دوري وخلصنا مينو سبيك إنجليش اللي هو يوم راوتنا عقب أسبوع كتابين هاري بوتر مخلصة. هاري بوتر أنت تأخذ التغيير، أنت اللي تسويه في حياتك، وهذا اللي سوته ليلى. بعد أن خاضت البرنامج ليلى اتصلت بي وقالت أستاذ حصلت الترقية الثالثة. قلت لها ها وش سويتي؟ قالت اطمن أخذت الترقية. وقبل كم شهر هاي الكلام، قبل 8 سنوات، قبل كم شهر شفتها في مجمع السيف. أمور طيبة؟ قالت أمور طيبة أستاذ. ليلى إيش سوت؟ أنا تحسبون إحنا نعلم إنجليزي؟ إحنا ما نعلم إنجليزي. ليلى هي اللي قررت تأخذ تغيير منعطف في حياتها. ماذا ستقرر أنت؟